بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة النهاردة حلقة خاصة حلقة خاصة كرامة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كرامة لسنته اللي هو علمها لنا حلقة خاصة عشان نحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر الوالدين وسنته كمان في إن إحنا نعظم اللي ربنا عظمه ونقدر اللي ربنا قدره. صحيح في ناس بيقولوا ان ما ينفعش النهارده وده شيء عجيب ان احنا نحتفل بالأمهات ليه؟ شفت حاجه عجيبه جدا في مسألة الاحتفال بعيد الأم ان في ناس بيقولوا لنا ما ينفعش تحتفلوا بعيد الأم عشان حاجات كتيره منها ان الاحتفال ده ما وردش ومنها كمان ان في ناس كتيرة بتقول والله ده الاولاد اللي ما عندهمش امهات كده هيتكسب بخاطرهم بس احنا عندنا حاجة مهمة جدا جدا عندنا حاجة ان الامهات من حقهم ان احنا نرفعهم فوق راسنا ونهتم بيهم ونبين ان احنا بنعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هنقف عند الناس اللي بيقولوا لنا ما تكسروش بخاطر حد لان في الحقيقه احنا قاصدين ان احنا نقدر الناس دي ونخليهم يحسوا ان كل الامهات الموجوده هي امهاتهم ولذلك لابد ان احنا نفهم ده بشكل صحيح وبشكل جيد اذا تعالوا نتكلم وانا شخص عشرت ام عشرت أم ربع قرن من الزمن وهي غير أمي بحملها كل التقدير لأن أنا في الحقيقة شفت منها يعني إيه أم يعني إيه حد متفاني في تربية أولاده يعني إيه حد بيحمل مهام كتيرة بما فيها المهام اللي تتعلق بيا أنا الأم اللي أنا هكلمها النهاردة هي أم عزيزة عليا قوي هي زوجتي الدكتورة ايمان حسين دكتوره ايمان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور عمرو إزاي حضرتك طبعا احنا عشان عشان على عشان على الشاشه انا أقولك لك دكتوره ايمان وانت تقولي لي دكتوره دكتور عمرو لكن خليني اقول لحضرتك انا عشرت حضرتك وشفتك وانت بتعملي حاجات فوق الـ فوق التحمل يعني انت حضرتك في الماجستير والدكتوراة انت كنت في كل ماجستير في الماجستير كنت حامل في ابنتنا وبعد كده كمان في الدكتوراه كنت حامل ازاي قدرتي تعملي الكلام ده وازاي حسيتي بمدد الله سبحانه وتعالى وانت بتعملي كده هو والله يا دكتور عمرو الواحد فعلا بينجح لما بيكون حواليه ناس فاهمه كويس واهم طبعا حد في حياتنا كان حضرتك فحضرتك كنت متفهم جدا الوضع كنت احيانا بتساعدني كنت احيانا بتدور معايا في الكتب وتدعمني في حتى في اعمال المنزل وبصراحه يعني كنت لاقيه من حضرتك يعني ما شاء الله يعني تفهم وتفاهم وفهم <applause> وفعلا لا يعني بجد لو ما فيش حد حواليك فاهم حضرتك بتعمل ايه اكيد مش هننجح. فانا لما الحمد لله حصلت على الدكتوراه كان في فرص عمل خارج البلاد انا مش حابه ان احنا كنا نسافر وفي نفس الوقت كمان إيه لا حسيت ان انا لو اشتغلت إيه الولاد هيقعوا مني. خليني اقف عندي دي شويه يا دكتوره، انت دلوقتي فرض. فضلتي وأنا في ممتن جدا جدا فضلتي إن أنت تراعي الأولاد على بعض الحاجات اللي أنت كنت محتاجة إن أنت تعمليها وخاصة في مسيرتك العلمية فكأنك اخترتي الأولاد على ده ومع ذلك أنت عملتي حاجة تانية أنت حضرتك استمريتي في طلب العلم صحيح الحمد لله فعلا هو أنا فعلا كنت بعوض ده بأني بقعد ألف كتب في البيت والحمد لله ربنا أكرمني كم مره والكتب دي يعني طبعت في الهيئه العامه للكتاب او الهيئه المصريه العامه للكتب والحمد لله تعرضت في معرض الكتاب انا قلت ان انا اركز مع اولادي لاني الشغل مقدور عليه المال مقدور عليه انما تربيه الاولاد ابدا مش مقدور عليه انا بس انا صغيرين ب... اتفضلي يا دكتوره كمل. وهم هم صغيرين بقى ركزت معاهم اوديهم المكتبات طبعا الاول طبعا يعني ده شيء بديل ان انا احفظهم القران الكريم فالحمد لله سلمى ختمت وهي في خمسه ابتدائي واحمد ختم وهو في ثالثه ابتدائي الاثنين ختموا مع بعض في نفس اليوم لاني انا كنت بس بحفظهم هم الاثنين وبقيت اروح بيهم المكتبات العامه علشان خاطر انمي فيهم حته القرايه والثقافه وحب طلب العلم من وهم صغيرين وحكايه ان وإيه حكاية اليو ماس؟ اه اليو ماس ده بقى ده كان برنامج أظنه ماليزي كان بيعلم الأولاد إن هم يكونوا آه يعني آه آه يعملوا حسابات بدماغهم ويشغلوا الفص الأيمن والفص الأيسر من المخ في نفس الوقت بحيث إن هم يكونوا أسرع من الآلة الحاسبة. فأنا وديتهم وغيروا المكان كذا مرة وبرضو بقيت أروح عشان أكمل الكورس كله كان تقريباً 11 شهر حاجة كده يعني. حضرتك... الحمد لله اتقنوه يعني حضرتك كمان كان عندك ح... عندك حاجه مميزه شويه انت بتكرهي اكل الشارع خالص اه خالص <applause> بتعمل... انا فعلا مهتمه قوي بملف وزيك... الاكل وزيك... الصحي وازاي حضرتك بتعملي كل حاجه في البيت بالظبط كده ايوه ده حقيقي قولي لنا ازاي يعني. حضرتك بتقدري تجمعي ما بين الحياة دي كلها ازاي تعملي كل أنا الاكل هو في حاجات لقيت ان فعلا لازم الواحد برضو يهتم بجسم الاولاد وصحتهم كده لان العقل السليم في الجسم السليم فبدات بقى ادخل على اليوتيوب اشوف بيعملوا ازاي الجبنه ازاي بيعملوا لدرجه ان حضرتك تعملي الجبنه والفول الجبنة والطعميه أيوة صح. وكل حاجه في البيت <applause> كل حاجه فول طعميه جبنه طحينه كل حاجه بعملها في البيت بصراحه دكتوره ايمان انا في الحقيقه يعني وجود حضرتك مش بس النهارده في البرنامج لكن وجود حضرتك في حياتي خلتني اعرف يعني ايه ام متفانيه في حياه اولادها وبتقدر تعمل اشياء كتيره جدا جدا تخفف عن زوجها وكمان تراعي اولادها مع اختلافهم ومع تنوعهم انت ما عندك اولادنا ما, فيش واحد فيهم شبه شبه لكن بيجمعهم حاجه واحده بس ان انت ربيتيهم على حب الاسره وحب البيت فانا شاكر لحضرتك وممتن لحضرتك وانا بعتبر حضرتك افضل رمز للامومه عندي ربنا يخليكي كده فانا شاكر لحضرتك وانا كنت لازم اقول كده واحنا بنتكلم عن الام لازم امتن لحضرتك واقول لك ربنا يبارك لي فيكي وتفضلي زوجة وأم إن شاء الله مفتوح ليها باب الجنة إن شاء الله ومفتوح ليها باب الجنة عبد الجنة عبد الأولى عبد قبل, عبد قبل جنة الآخرة إن شاء الله شكرا يا دكتورة إيمان وأنا سعيد وأنا سعيد جدا جدا من حضرتك وبقول لحضرتك انطباعاتي بعد ما أشوف حضرتك بقى في البيت يا سادة الناس اللي بيقولوا إن إحنا احتفلنا بعيد الأم ده ممكن يوجع حد أنا شايف إن لا إحنا عايزين نقول للناس ان حتى لو فقدوا امهاتهم هم لسه في في ظل امهات كتيره وهيجمعوا قلوبهم وهيخليهم يتملي قلوبهم نور وبركه واحنا مش هنسيب الاحتفال بالام عشان بعض الناس اللي حصل لهم اي شكل من اشكال الفقد ده هيمنعنا من ده حضره النبي هو الاسوه بتاعنا حضره النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنه السادسه كان يتيما يتيم الاب والام ومع ذلك هو اللي علمنا ازاي نحب الامهات وعشان كده لازم نفهم ده بشكل واضح ولازم نحس بيه دايما وعشان كده لازم نفهم ان حضره النبي صلى الله عليه واله وسلم لما قال لنا هذا الكلام البديع هذا الكلام الرائع لما قال لنا وهو بيساله الصحابي من اولى الناس بحسن صحابتي؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال ابوك. احنا عايزين نقول حاجه مهمه جدا ان الامهات هم اعلى درجه في النساء. ليه طيب؟ لان هم جمعوا مساله الانوثه والمراه في قمه الهرم. وعشان كده حضره النبي وضعهم في هذا الترتيب. عارفين حضره النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الام ووصفها وقال ان هي اولى الناس بحسن صحابتي ليه ثلاث مرات وكانه بيقول له اذا كنت عايز تحب حد حب عميق فيا امك ليه طيب قال له عشان ثلاث حاجات الام دي رمز لثلاث حاجات الام دي رمز للرحمه الام دي رمز للخير الام دي رمز للجمال ازاي الكلام ده وعشان كده امك رحمه امك خير امك جمال ازاي ده حضره النبي مره كان مار في على الجيش فلقى ام بتمسك الاطفال كلها وتضمها الى سدرهم فايه اللي حصل فوجد هذه الام لغايه ما لقت الطفل بحضنته لفت على الجيش كله لغايه ما لقت الولد وحضانته فايه اللي حاصل فحضره النبي مش هيسيب اللقطه دي فرح حاطت الام رمز للرحم فحضره النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أرأيتم هذه ملقية ولدها في النار وهي قادرة على ألا تفعل ذلك؟ قالوا لا والله يا رسول الله قال الله أرحم بالعبد من هذه على ولدها فخلى الأم كل ما نشوفها نفتكر الرحمة وعشان كده لما الأم بتنتقل وادعوا معايا ادعوا معايا لأمي الله يرحمها ولكل أمهاتكم ولذلك حضرة النبي قال ينادى منادي اذا انتقلت اذا ماتت ام ام الانسان وانتقلت الى الرفيق الاعلى فينادي منادي ماتت الذي كنت ترحم من اجلها وعشان كده لازم نفهم ده بدقه نفهم ان الام ده رمز للرحمه ولذلك لازم كده ونفهم ده ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين لازم نفهم ان هي عانت وتحملت ده ولذلك امك حمل امك رضاع امك تربيه وعشان كده لازم نفهم ده الام كمان رمز للخير رمز للخير لما حضره النبي بيقول ماتت الذي كانت ترحم من اجلها يعني هي اللي بتفيد بسببها بيجي الخير ويسيل في حياتك في اوقات كتيره بنحس ان كانت امنا بتحسسنا بالوسع حسسنا بإن الحياة مختلفة، إن الحياة منورة. الأمهات بتعمل كده. دايماً الأم هي رمز للخير. هي اللي بتعلمك القيم. هي بتعلمك كل حاجة حلوة. وعشان كده كمان كمان أمك خير. أنا متذكر إن أمي رحمها الله هي أنا مدين ليها بكل قيمة أنا إتعلمتها في حياتي. لأنها كانت بالضبط هي نبع للطيابة. الأمهات هي اللي بتعلم البني آدم إنه يبقى طيب بتعلمه إنه هو يبقى خير هي اللي بتقول له روح صلدي، هي اللي بتقول له لو سمحت خليك مع الناس شخص لين شخص هين كذلك أمك الثالثة رمز للجمال فالأمهات هي اللي بتعلمنا القيم اللي بتخلينا عندنا جمال في الباطن زي ما عندنا جمال في الظاهر الحقيقة إن الأم ستظل هكذا رمز للرحمه والخير والجمال. أنا شايف إن إحنا محتاجين إن إحنا نكتر من الكلام عن الأمهات وخاصة الأمهات الشقيانه، الأمهات اللي بتقوم بالعمل، الأمهات اللي أنا متصور إن هم لازم يعلمونا جزء من مفهوم الرجوله. الله سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه وقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عادوا الله عليه اللي حاصل ان الامهات جزء من الرجاله الرجوله مش نوع الرجوله مش ذكوره كذلك الامهات الصادقات اللي بيحاجوا على البيوت وسنظل ظاهره انا شايفها شايفها في مركز الإرشاد الزواجي إن إذا عملنا نسبة وتناسب مين الأكثر حرصاً على البيوت؟ الأمهات. بيعيشوا عشان ولادهم وبيتحملوا عشان ولادهم. أنا ما بقولش إن التحمل والآسية لازم واجب عليهم، لكن أنا بقول لك قد إيه بيبقى الشعور عند الأمهات وقد إيه بيتحملوا وعشان كده كان لازم نفهم ده بشكل واضح. المصريين عشان حب أم للأمهات عملوا عيد الأم وعيد الأم ده كان عندهم في معاني تانية بيغزلوها إذا كنت بتحب حد زود حبك وعشان كده بقى عندهم فكرة الهدية في عيد الأم بعض الناس يقولوا ده بدعة بدعة إيه؟ لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من أولى الناس بحسن صحابتي؟ وإزاي تبقى بدعة وحضرة النبي قال تهاد وتحب حاول دايماً طول الوقت تزود حبك لأمك. طيب إذا كانت أم انتقلت كمان اهديها هدية. اهديها عمل صالح يوصل يوصل لها ويوصل ويبقى نور لها في قبرها. سواء كان دعاء، سواء كان عمل أنت عملته. كمان ممكن تهديها وتقوله وأنت في نهاية هذا العمل اللهم هب مثل ثواب عمل الصالح لامي. يا ساده احنا لازم مثل هذه الايام ندخلها في مفهوم واذكرهم بايام الله. كل واحد فينا محتاج يوم يوقظه لاهميه المحبه لاهميه القرب كلنا محتاجين ان احنا نجدد حبنا لامهاتنا ونجدد حبنا لربنا من خلال حبنا لامهاتنا. الامهات يا ساده ركن القلوب الأمهات هو هم الحنان هم الدفى الأمهات مش بس نعمة الوجود الأمهات نعمة المدد ربنا خلى في أمومة عشان نحس بمدده سبحانه وتعالى مدده اللي هيفضل معانا طول العمر والأمهات بتضع إيديها جوه قلوبنا وبتعلمنا إزاي يكون الوصل بربنا انا واحد من الناس والدتي الله يرحمها وبقول لكل الناس ان التقلت والدتهم تعالوا نقول همسه كده لامهاتنا همسه انا مسميها بدري الهمسه بتقول ايه يا حياتي في رحيلك لسه برضه بتصحي بدري تفرشي الدنيا بصوتك بالامان من غير ما تدري وتوزعي على كل باب والحيطان ود ودفى فالحب يسري ياما كنت بتمنعي لسعة البرد العافي توصل لصدري وتداويني من وجع السنين اللي تدوسني لما تجري ومهما كنت بتتعبي الحنان في وسع عينك يغزل لي خاطري والليالي لما توجع ألاقي صوتك بيناديني استخبى جوه حجري كل ده وكنت فاكر من غبائي إنك أنت حطان لسجني ومر قدري لكن الحقيقة اللي بشوفها كل دقيقة إنك إنتي كنت بدري سلام عليك يا بدري اللي نور لحياتي سلام على كل الأمهات اللي جعلوا حياتنا موصولة بالله ووصلونا إلى توحيد الله لما جعل لنا أم واحدة عشان نوصل لتوحيد الله بأن قلوبنا لازم تعمر بجمال وحلاوه وخير الامهات عشان نقدر نعيش مع الله بالتوحيد ونعيش مع الله سبحانه وتعالى بشكر النعم يا رب اوزعنا ان احنا نشكر نعمه ان انت جعلت لينا امهات احياء واحياء فامهاتنا حتى وان انتقلوا اليك يا رب فهم في حياه نستطيع ان احنا نتواصل معهم فسلام على كل الامهات في كل حياة وفي كل وقت وفي كل حال بارك يا رب فيهم ويا رب أوزعنا أن احنا نشكر ولو بعض جميرهم علينا اللي أنت تفضلت عليه يا ربنا اللي أنت تفضلت به علينا يا ربنا لما أمددتهم بهذا الجمال وهذا الوسع يا كريم اجعلنا ممن يحمدون نعمة الأمهات بعد الفاصل نلتقي عشان نجاوب على أسئلتكم المباركة. رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم وكمان بنتلقى عليها ترشيحاتكم لحلقات الجليس وكمان بنتلقى تطبيقاتكم على شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدخل حضاري واول اتصال معانا النهارده من السيده محسن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اولا ربنا يبارك لك في حو... في الست ح... ح... الدكتوره مرات حضرتك الله يبارك في ويا رب أنا. يديها الصحه ويخليها لكم وتعمل لكم الحلو كله ويخليك فيها انت واولادك يا رب يا رب, يا رب. اللهم امين يا رب أه وبعدين كل سنه وكل الامهات طيبين يا, يا رب ان شاء الله يا رب يا رب. ويخليهم لعيالهم عندي اربع اسئله صغيرين كده معلش طيب يلا الله يبارك لك بص حضرتك لما اجي مثلا انا بصلي وخلاص قبل ما اسلم في التشهد وخلاص خلصته بدعي شويه ادعيه كده يعني لعيالي وكده وبصلي على النبي وبروح مسلمه طيب و... اجاوبك السؤال اللي بعده بس الس... كتير ما شاء الله يعني شفاء والوتر وسنه وحاجات كتيره كده فبتعب لاني عندي يعني تعب في نفسي وكده بطلع مثلا ارتاح على ما السرير ولا حاجه واختم واسبح وانا في سري مش مش بصوت بقي كده لا في سري كده بسبح كده فبرضك ده صح ولا يعني بعد الصلاه ختام الصلاه اللي احنا بنسميه ختام الصلاه بتعمليه في سرك مش بتعمليه جهر اه بس بعد ما اقرا يعني بعد ما تقرا اية الكرسي بعد ما تقرا اية الكرسي وانا قافله بقي في سري طيب اللي بعد السؤال اللي بعده كده سؤالين وبعدين بقى في دلوقتي اللهم صل على النبي عليه ابني كان مراته حامل وهتولد وكان نوي يسمي ابنه عبد الله فبعد كده يعني اختار اسم تاني حرام لو سمى اسم تاني غير عبد الله اجاوبك حاضر السؤال الاخير السؤال الرابع بقى معلش بنتي عندها ابن ابنها عنده 10 اشهر وعايزه تفطمه علشان يعني هو بياكل ما شاء الله كل حاجه وعايزه تفطمه علشان بامر الله صوم رمضان ان شاء الله وعشان يا لا, لا خشب حاجة ولا حاجة لا بياكل خشب ولا ورق ولا كل حاجه كتير يعني بيأ بياكل دلوقتي صح كده؟ طيب اول حاجه الدعاء هي كان اول 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 سؤال ان هي بتدعي بعد قبل ما تسلم من الصلاه احنا ما بنحق الامور التي تتعلق بالدنيا يعني بلاش في الصلاه اقول يا رب اديني 147 جنيه عشان ادفع قسط قسط الثلاجه ما ينفعش ده لكن ننفع ان انا اقول ايه بعد لان وردت اذكار وردت ادعيه يعني موطن ما بعد التشهد ده موطن دعاء فيجوز ان انا ادعي بالادعيه الجامعه ولكن ليس ليست بطول لأن بعد التشهد هناك دعاء بأن الله سبحانه وتعالى يجنبنا الفتن منها فتنة المسيح الدجال ومنها فتنة القبر ومنها فتنة فتنة يوم القيامة يجوز أن أنا أدعو بدعاء جامع كده اللهم اجمع علي الخير كله يجوز يجوز في هذا في هذا السياق ولكن ما نبقاش بقى نقول أي تفاصيل من تفاصيل الدنيا السؤال الثاني بتقول ختم الصلاة أنا بختمه وأنا قاعدة على السرير مش بختمه وأنا بعد بعد ما بصلي أختمه وأنا قاعدة ده جائز وما فيهوش أي شيء وحتى دوت لا ينقص من الثواب ان شاء الله. الحاجه الثالثه ان ابنها كان مسمي ابنه عبد الله ناوي يسمي ابنه عبد الله فحب يغير الاسم اللي هو هيسمي ابنه بيه فدوت ليس فيه شيء وليس فيه اي نوع من انواع المنع. يعني نعم غير خير الاسماء ما حمد وما عبد صحيح. ولكن ليس معنى ذلك ان الاسماء الثانيه حرام او الاسماء الثانيه ممنوعه لا الاسم الثانيه جائز الحاجه الثالثه ان بنت حضرتك يبدو ان هي كانت كانت ايه السؤال يبقى احنا اه طيب لو كانت بنتك كانت عشان الحمل بتاعها مش هتقدر تصوم فا فما تفتيش لكن بعد ما تنتهي يبقى تقضي الصيام اللي عليها لان هي إيه ما زالت من اهل الصيام. معانا الحاج ماهر. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في البدايه هنيك على اختيارك للمواضيع وتمشيا مع الاوضاع ونحن في عيد الام بـ بـ بقول الله يرحم والدتك ويرحم والدتي انا يا كمان يا رب. ماتت من سنتين الف رحمه ونور عليها وكذلك بالنسبه بهنيك على وراء كل عظيم زوجه صالحه بهنيك رب. على يعني زوجتك الكريمه اللي كانت متصله الان وربنا يوفقكم بيت علم وايمان يا رب. ربنا يخليك آه ذكرت في حلقه سابقه آه من ضمن مكونات الانسان معاه بتبقى الروح والنفس فطبعا انت عارف قلنا خمس مكونات يا حاج ماهر اللي نعم. الجسد قلنا خمس مكونات الجسد والعقل والجسد والعقل والقلب أيوه. والروح والنفس خمس ايوه انا بقى بقى. انا بقى, بقى. أيوه. عاوز عاوز ايضاح بسيط علاقه الروح والنفس الانسان في حياته وفي قبره وبعد الممات حاضر, حاضر هل الروح طبعا انت تعلم ونحن نعلم الله سبحانه وتعالى ينفخ في رحم يعني الام وبعد كده الروح بتطلع والنفس في النفس الاماره بالسوء والنفس المطمئنه حاضر هقول لحضرتك المهم حاضر عاوزك حاضر عاوزك توضح لنا شويه العلاقه بين النفس والروح حاضر في الانسان في حياته وفي القبر ويوم الحساب حاضر يا فندم كل عام وانت بخير وانت بخير وكل امهات مصر بخير يا رب وهم اصحاب فضل وخير علينا اه والله واللي موجودين جزاهم الله خير عنا واللي انتقلوا الى رحمه الله الف رحمه ونور عليهم يا, يا رب. رب يا رب يا رب يبقى احنا دلوقتي اهو إحنا دلوقتي هذا اليوم ذكرنا الناس اللي كانوا غافلين عن إن هم يدعوا لأمهاتهم والناس اللي محتاجين إن هم يدعوا شيء مهم جدا إن إحنا نجدده في حياتنا. أه الأستاذ ماهر الحاج ماهر سألنا سؤال مهم إحنا هنفرد له أه حلقات عشان نتكلم عنه لأنه مهم جدا إن إحنا نتعرف على هويتنا هويتنا الذاتية والشخصية إحنا عندنا خمس مكونات الخمس مكونات دول في بعض الأوقات ما بنبقاش محتاجين لهم. لإن الجسد والعقل دول وسائل للتحصيل ووسائل للإدراك يعني بالجسد بندرك المحسوسات أدرك طعم طعم المشروب أدرك الأشياء فيبقى في ذوق فإحنا محتاجين الحواس عشان الذوق فعشان كده في جسد كمان محتاجين كمان العقل عشان ندرك المعلومات يعني الكلام اللي أنتم بتسمعوه مني من ده بندركه بالعقل يبقى إحنا محتاجين الاثنين دول وبعد كده القلب دوت محل تجلي الله سبحانه وتعالى ومحل نظر الله سبحانه وتعالى للعبد وبعد كده الروح هي المسؤوله عن الوصل بين العبد وبين الرب النفس بقى في المرتبه الاولى بعد تحويل النفس عن الفطره واللي احنا بنتعلمه من بعض الاشياء اللي ما بتكونش مناسبه النفس بتتحول الى نفس اماره بالسوء فتفضل تعمل اشياء الانسان لازم يعمل يكون عنده تحالف وهو عايش ما بين القلب وما بين الروح الروح يأتي بالمدد والنور فالقلب يأخذ هذا النور ويحاول أن يدير الجسد ويقوم بإدارة الجسد وهو ده القلب السليم اللي هو بيدير الجسد ألا إن في الجسد إلى مضغة إذا صلح صلح الجسد كله لأنه هو مدير الجسد مدير الذات مش الجسد بس القلب هو مدير الذات ليه مدير الذات مدير الذات بمدد رب البريات يبقى الله سبحانه وتعالى بيعطي القلب مدد يستطيع انه يدير الذات كلها طيب بعد الموت احنا مش محتاجين لاداة الادراك لا محتاجين لا محتاجين للعقل ومحتاجين للجسد فتبقى الروح هي التي تنعم وتبقى الروح هي التي كمان تشقى يبقى هذه المسألة ثم نرد يوم القيامة بأجساد اخرى وبصور اخرى تتناسب مع هذه الحال يوم القيامة ده الكلام اللي احنا ممكن نقوله دلوقتي يعني بنجمع مرة ثانية وتجمع المسائل دي وكمان آه نتكلم بالتفصيل عن هذه المكونات الخمسة والعلاقات البينية فيهم في الحياة وفي القبر ويوم القيامة آه نخرج لفاصل ونلتقي بكم عشان نكمل أسئلتنا آه أسئلتكم مباركة فبعد الفاصل فانتظرونا رجعنا لحضراتكم بس عايزين نرجع بس لسؤال كان سالته الحاجه ام حسين وهو سؤال فيما يتعلق ببنتها اللي فطمت ابنها قبل السنتين فطمته بعد 10 اشهر هل ده حرام عليها؟ لا ليس حراما عليها مساله ان الحولين الكاملين دول مساله ترجع الى احتياج الطفل اما وهي بتقول ان هو بقى ياكل والطبيب قال ان هو مش محتاج لده فيجوز ان هي تفطمه حتى قبل السنتين. معانا الحاجه ام جمال من كفر الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام. الحمد لله نعمه وفضل. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه وبصحه وسلام. ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب. دعيت لوالدتك النهارده ولا رب. لا؟ ربنا يخليك ويبارك فيك انت واولادك يا رب. يا رب دعيت لوالدتك ولا لا؟ ايوه دعت لها متوفيه دعت لها. طيب ادعي لها بقى ابعتي لها هديه النهارده خلي عمل يعني حتى لو قراتي حاجه من القران قولي بعد ما تقراي بعد ما تقراي القران اللهم هب مثل ثوابي قراءتي للقران لامي يا رب عايزك تدعي لجمال ابني بس ربنا يسهل له بقى ويتجوز لو امه متوسط ولسه ما ربنا ان شاء الله ييسر له ان شاء الله يرزقه بنت الحلال وي... ربنا يبارك فيك يا دكتور عمرو يا رب ويعفو ان شاء الله فين سؤال حضرتك ربنا يبارك فيك السؤال انا عايزك بس تدعي الجمال بسلم عادل تدعي الجمال اللي هو يبيني. طب انا عادل الجمال بس انت كمان تدعي لوالدتك حاضر ربنا حاضع. يبارك فيك ربنا, ربنا يفتح عليه ان شاء الله ويرزقه رزقا حسنا ويفتح له كل ابواب ان شاء الله ابواب الهدايه والرشاد وسعه الرزق وان شاء الله و... وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرزقه رزقا حسنا حتى يجعله من اهل السعاده حتى اذا تزوج فتح ابواب السعاده على اهل بيتي ان شاء الله معانا ام محمد من الجيزه ايوه الو اتفضل الو ازي حضرتك يا ألو. حاجه ام محمد اتفضلي الله يسلمك الله يخليك كل سنه وحضرتك طيب وحضرتك طيبه وبصحه وسلامه كل... كل سنه كل امهات مصر بخير ان شاء الله يا رب طيبين. ان شاء الله يا رب يا رب عايزك تدعي لي ابني بس توقف إيوه ان شاء الله إسمه اسمه حسين اسمه حسين حسام حسام كنت سالي مصطفى زرعي يا رب ان شاء الله ربنا يجعل قبره ان شاء الله منزل للانوار ومنزل للالطاف ومنزل للحنان ويتلقى الله سبحانه وتعالى كما تلقى اولياءه واحبابه واصفياءه وينزل عليه من الرحمات ومن البركات ما يطيب به خاطركم ويجعله ان شاء الله في فسيح الجنات وابشري الله سبحانه وتعالى لما يجعل لي ام تبقى حريصه ان هي تتصل عشان حد يدعي له فإن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يجبر خطرها فيه وإن شاء الله ربنا بينظر للأمهات نظر خاص فهو سينظر إلى قلبك الذي هو يقبل على الله بانكسار وإن شاء الله ربنا يجبر خطرك إن شاء الله في ولدك وإن شاء الله يكون حسام دلوقتي في أنعم حال إن شاء الله ويكون دوت عاجل بشراه بنعيم مقيم يوم القيامة إن شاء الله أستاذ مجدي تفضل ازيك يا دكتور عمرو الله يخليك يا باشا اهلا وسهلا بحضرتك والله انا كنت بس كل سنه وانت طيب يا باشا وحضرتك كنت عايز استفسر بس كده على سؤال صغير اتفضل يا فندم والله انا طلقت لاختي من 40 يوم ليه كفل الشر؟ احنا على طول المصريين يقولوا كفل الشر لان ده ولا العاجل لا باب شر الطلاق ده باب شر على فكره حتى لو حتى لو كان مباح بس باب شر كثيره والله دكتور عمرو بس من ناحيتها هي وانا برضك ايه بقول يا الحال يا رب ربنا يصلح حالها بس ما فيش برضك يعني حتى في ناس كانت بتوعيها انت متجوز من كام سنه متجوز من كام سنه يا حاج مجدي؟ في جزء اولاد دلوقتي متجوز من كام سنه يا حاج مجدي؟ انا والله حصلت لي ابتلاءات الحمد لله لا انت متجوز من كام سنه يا حاج مجدي انت يا مش سامعني متجوز من, من كام سنه يا حاج مجدي يعني انا اتجوزت مرتين طيب حاضر يعني متجوزين كل مده الزواج كلها كام سنه اول سنه أه جو... اول مره اتجوزتها سنه وثاني طيب. مره اتجوزتها خمس سنين يعني بالكم ست سنين متجوزين بالظبط بس في سنه سنه انفصلت عنها بعديها ورجعتها بعد تسع سنين تاني. سنه استراحه يعني سنه استراحه <applause> يعني. طب بصي يا حاج يا حاج مجدي انا دلوقتي مساله الطلاق دي انا هتاخد الرقم من الكنترول عشان عشان اتحقق منك في بعض الاشياء المتعلقه بالطلاق، كم عدد الطلاق؟ في طلاق عند الماذون ولا فيش طلاق؟ شويه تفاصيل كده ما ينفعش ان احنا نتوسع فيها على الهوا. لكن خليني اقول لك حاجه، حاج مجدي اللي تراكم سنين ما تضنش عليه بست اشهر مثلا ان احنا نجتهد ونركز، لازم تركز، لازم تركز على الاحترام والاهتمام والتقدير. مفيش ست هتحترمها وتهتم بيها وتقدرها الا وقلبها يطيب لك. ليس معنى ان قلبها يطيب لك ان مش مطالب ان الست تنسى بالمناسبه يعني. انت الرجاله بيعملوا حاجه غريبه جدا. احنا المفروض بينا طمأنينه وبيننا امان، بينا سكينه. اذا حصلت السكينه دي مالكش دعوه بقى بباطنها هو ايه؟ باطنها نسيت او منسيتش، احنا بنشغل نفسنا بحاجه مش بايدينا، هي مش بايديها النسيان. فانت تيجي تقول لها اصل انت ما بتنسيش. طب يا سيدي هي ذاكرتها فولاذيه، ربنا يكرمها، ادعي لها. لكن تيجي انت مصر ان هي تنسى، لا يا سيدي. خلي عيشتكم طيبه وتفرغوا لحياتكم ازاي تكونوا سعداء بيها لان الله سبحانه وتعالى قال ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه اذا كان ده موجود يلا توكلوا على الله لكن ان انت ترجعها زي الصفحه البيضه مش مش مطلوب في الجواز ان هي ترجع زي الصفحه البيضاء لكن مطلوب ان انتوا تكونوا عايشين مع بعض في طمانينه وامان وسكينه وموده ورحمه فده اللي ممكن نتكلم فيه السيدة أم حسين رجعت لنا تاني بس أنا جاوبت على سؤال بنتك يا حاج محسين الله يجازيك خير السؤالين الأخرين دي الاثنين الأخرانيين أنا باين قلتهم بطريقة مش صح ولا إيه اللي أنا لما بختم الصلاة خلاص وبقول أعوذ بالله من الخبث يعني الحاجات بتاعت التشهد بعد التشهد آه آه طيب بقول يعني إيه ربنا يبارك لنا في في, في اللي ربنا يبارك لي في ولادنا بص حضرتك قولي قولي زي ما أنا وصلي على النبي وسلم تقولي ده صحي ولا اقول انا بقول لك قولي الله لما اسلم ادعيه الله والسؤال الثاني بتاع بنتي اللي هي عايزه تفطم ابنها عشان عنده 10 اشهر بقول لحضرتك ما شاء الله يعني بياكل معانا مثلا رز كل حاجه ما شاء الله طيب آه وبياخد رضعته بالليل قبل ما ينام فهي عايزه تفطمه قبل رمضان عشان كمان صدرها وجعها من رضاعته جديدة ما شاء الله فينفع تفطمه ولا حرام على على ال 10 اشهر ان هي تفطمه حاضر انا 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 جاوبت على حضرتك لما تيجي تدعي ادعي بالخير كله قولي اللهم اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا ووسع الخير لنا يا رب العالمين وبس خلاص. طيب الحاجه الثانيه بقى حضرتك بتقولي في اه تفطمه اذا كان الدكتور قايل ان ده ما فيش خطر على صحته. يعني نستشير الطبيب الاول فاذا كان هو قال كده هو فخلاص نفطمه لان مش واجب ان هي تظل السنتين ترضع الولد. أستاذة إيمان من القاهرة أيوه حضرتك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كده اتفضلي يا فندم أنا هحكي لك كله ورا بعض كده على طول أنا زوجي توفى الله يرحمه آه لسه متم السنة ففي طيب. ساب مبلغ 100 ألف جنيه عندي م. بنتين وولد المفروض المبلغ ده يتفرق عليهم هما قالوا لي لا خليه على بعضه عشان يطلع منه ريع ليا أقدر أعيش عشان هو ده الدخل فانا دلوقتي قرب على السنه هل اطلع عليه زي كمال عليهم كلهم بقى ولا لو اتفرق عليهم هيبقى مش كامل يعني هو كله 100000 حاضر كل خليني اسال مش هيبقى فلوس مش هيبقى فلوس في المعديه اللي المفروض يدته عليها استاذ ايمان خليني اسالك سؤال هم إدولك, الف... إدولك, دي... ادولك الفلوس دي اسمعي انا سمعني سامعاني هم ادولك الفلوس ديت وهبوها لك ولا هم قالوا اسمعيني طيب ولا هم قالوا لك نخلي فلوسنا كلنا مع بعض ايوه عشان تطلع لنا ريع ريع ليا ليا انا عارف انا عارف بس هم محتفظين بنصيبهم من اه ال... اه ال... لغايه ما يعني انا موجوده يعني حضرتك هتاخدي هتاخدي تمن ال الميت... 100 هتاخدي تمن ال الميت... 100000 دي وهما هياخدوا للذكر مثل حظ الانثيين الان... يعني في ال الميت... 100000 أيوة. في ال 100000 ألف... دي ايوه انتوا كده انتوا كده زمامكم الماليه كل واحد دلوقتي متفرق ما بقاش دلوقتي عليكم زكاه لان كل واحد فيكم دلوقتي لما نشوف كده انت معلكيش ذكاء ليه لان كونهم بقى هيتنازلوا لحضرتك عن الريع ده دي حاجه تانية يبقى الفلوس بتاعتكم دي اه مع بعض بلغ النصاب بس كل واحد فيكم ليه ذمته الماليه المستقله فايه اللي حاصل فاللي حاصل هو كل واحد محتفظ بنصيبه وخلوا المساله دي عشان يبقى في ريع محترم تقدري تنفقي انت منه فهم دلوقتي منتزلينك عن الريع كده في الغالب مفيش حد فيكم هيكون عليه زكاة إذا كانت هي دي أموالكم بس لكن لو كان عندكم أموال تانية تتحط على ده ويبلغ النصاب هيبقى لا يبقى احنا محتاجين يبقى كده ساعتها هنطلع الزكاة لكن ده مش هيطلع عليه زكاة لإن كل واحد مستقل كده مش واجب عليه الزكاة وما بلغش النصاب يا سادة احنا النهاردة اتكلمنا عن قوت القلوب عن المحبة عن اكتر حد بيفكرنا بيفكرنا بحضره النبي الامهات الامهات اكتر حد بيفكرنا في حياتنا بحضره النبي وعشان كده حضره النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بيه واسمحوا لي ابهت الهمسة مره تانية لامي ولكل الامهات الكلام اللي احنا بنقوله من قلوبنا ونقول بقول لامي ولكل ام يا حياتي في رحيلك لسه برضه بتصحي بدري تفرشي الدنيا بصوتك بالامان من غير ما تدري وتوزعي على كل باب والحيطان ود ودفى فالحب يسري لما كنت بتمنعي لسعه البرد العافي توصل لصدري وتداويني والدو... من وجع السنين اللي تدوسني لما تجري ومهما كنت بتتعبي الحنان في وسع عينك يغسل لي خاطري والليالي لما توجع ألاقي صوتك بيناديني استخبى جوا حجري كل ده وكنت فاكرك من غبائي حيطل سجني ومر قدري لكن الحقيقة اللي بشوفها كل دقيقة إنك أنت كنت بدري سلام عليك يا بدري وسلام وسلام الله عليكم يا بدور حياتنا يا أمهاتنا يا نعمة ربنا يا وسعه وكرمه وفتحه ورحمته وجماله يا رب اجعلنا على الدوام على وصل بامهاتنا ولا تقطعنا ابدا عن الحبل الذي يصلنا بك يا مولانا يا ارحم الراحمين يا ربنا اجبرنا بوصلنا بامهاتنا على الدوام يا رب العالمين